السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد وفي درس جديد. اليوم الدرس ديالنا هو غادي نهضروا على العلامات الدلاليه او لي تاغز. هاد لي تاغ كينفعونا بزاف لي فيديو ديالنا باش نوصلوا لمحركات البحث. ما نطولش عليكم، قبل ما نقول لكم شنو هو هذا الموقع او كيفاش الطريقه باش نجبدوا لي تاغز او الخدمه اللي غنخدموا بها لي تاغز ديالنا، كنطلب منكم لاول مره كيشوفنا ما عليك غير الضغط زر اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. اخوتي وخليونا شي تعليق زوين يحفزنا باش نلوحو ديما جديد ان شاء الله. الدرس ديالنا او الموقع ديالنا هو موقع اللي زوين بزاف. هذا الموقع هذا يمكن لك من خلال الرابط ديال اي فيديو تجبد به كلمات الدلالية او العلامات الدلالية اللي فيه، وبطبيعة الحال يمكن لك تكوبي هذوك الكلمات وديرهم في الفيديو ديالك، ولكن خصهم يكونوا شي علامات دلالية اللي داروا خدمتهم لصاحب الفيديو. يلا نمشيو ديريكت الموقع نشوفوا الموقع، وغنخلي لكم الرابط ديال الموقع في التعليقات. نمشيو الموقع. الموقع هو وهذا رابيد تاغ، وهذا الموقع معروف عند بعض ديال الناس، هو سهل. الطريقه من اول حاجه يمكن لك تفتح هذا لاباج ديال لي تاغ رابيد تاغ، غادي ترجع اللي فيديو، غادي تختار اي فيديو مثلا اكزامبل، مثلا غادي نشوفوا شي فيديو مثلا عندي هنا، ولا نشوفوا مثلا شي فيديو اخر ديال شي شخص اخر. مثلا نشوفوا هاد الفيديو ديال راغب امين، نديرو شير، المهم نديرو نسخ على الرابط، ما غنشاركوش الرابط ديالنا، نديرو نسخ الرابط. ممكن نديرو له نسخ، كنمشيو للموقع ديالنا كنديرو لصق في هاد الخانه هادي، من كنديرو لاص نديرو شير. كيف ما كتشوفوا الفيديو ديال راغب امين، هادو هما الكلمات او العلامات الدلاليه اللي حاطين. يعني من خلال هاد الكلمات يمكن اي واحد كيقلب على شي حاجه غادي يطلع له الفيديو ديالك في محرك البحث. مثلا اي واحد يكتب راغب امين غيطلع له داك الفيديو هو الاول اللي غيدخل. يكتب مثلا فيسبوك ادي سي غادي يطلع له الفيديو ديال راغب امين، يدير فيسبوك ادي سي 2020 يطلع له كذلك الفيديو، اللي دار فيسبوك ادي سي ميناجر غادي يطلع له الفيديو. المهم جميع هاد الكلمات هادو اللي غادي يكتبهم غيطلع له الفيديو ديالك، وبهذه الطريقه يمكن لك تحصل على مشاهدات وتوصل وتزيد التفاعل ديال القناه ديالك. ما عليك اخي هو انك دير كوبي وتمشي توضع الكلمات الدلالية. الطريقة كيفاش توضع الكلمات الدلالية هي راه ماشي شي حاجة اللي غريبة بزاف، المهم كتمشي للإعدادات ديال الفيديو ديالك، ولكن باش يكونوا الكلمات الدلالية متفاعلين أكثر يمكن لك تفتح المتصفح جوجل كروم ودير سطح المكتب أو فيرسون إكس بي ديال البيسي. كتمشي الإعدادات ديال الفيديو، كتمشي لهاد الخانة اللي مكتوب فيها عرض مزيد من الخيارات، كتكليكي عليها، كتديري من كتكليكي مزيد من المعلومات، من كتكليكي عليها كتفتح معاك هاد الواجهة هادي. المهم هاد الواجهة هادي كتكون خاوية حتى، وكتجي هنا البلاصة وكدير كولي، كدير لصق لهذوك الكلمات الدلاليه اللي جبتي من اي فيديو يكون داك الفيديو عليه مشاهدات وعليه تفاعل كبير، باش حتى انت التفاعل ديالك يزيد، ولكن يكون في نفس المجال. ما يمكنش تمشي انت لي تاغز ديال المغني وديرهم في لي تاغز ديال المعلومات، او لي تاغز ديال شي شرح يتعلق مثلا بالبلاي ستور وغادي نديرهم انا في شرح او في فيديو كيهضر مثلا على جوجل كروم. يعني نتفهموا من هنا، نشوفوا لي تاغز على نفس المحتوى او نفس الموضوع. المهم ما علينا، كنديروا باست لي تاغ، كنمشيو كنديروا حفظ. من كنديروا حفظ كيكونوا لي تاغ تفعلوا معنا. المهم كنتمنى يعجبكم الشرح، ونتلاقاو ان شاء الله في الشرح الجاي ان شاء الله،
وتهلاو في راسكم، ما تنساوش لايك 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 لايك. يلا السلام عليكم.